هذا تم الصنع ديالو الاخوان في الحرب العالميه الثانيه. هذا الميديا هذا صنع ايطالي، التاريخ ديالو ديال 1939. من 1939 الاخوان توقفت هذه الشركه على الصنع ديالو 1945. واحد الميديا قديم، وينكم تبقاو معنا في هذا الفيديو غنحاولوا نوريوكم ان شاء الله واحد القطعه يعني تم الاقتناء ديالها، شريناها من عند الاخوان يعني كيكونوا في الاسواق، شريناها بثمن رخيص ديال تقريبا 30 درهم. ميديا عنده تاريخ وغادي تشوفوا معايا ان شاء الله باذن الله. كما كتلاحظوا معنا الاخوان هذا هو الميديا القديم. هذا الاخوان هذا صناعه ايطاليه كما كتلاحظوا، وخدام الاخوان دابا ما عرفش، المهم خدام الاخوان ان شاء الله راه غندير لكم التجربه ديالو فيديو اخر خدام، ولكن هذا ام يعني ونعطيكم التاريخ ديال هذا، غتنبهروا بهذا المذيع القديمه الاخوان، التاريخ ديالو العريق. هذا تم الصنع ديالو الاخوان في الحرب العالميه الثانيه. هذا المذيع هذا صنع ايطالي، التاريخ ديالو ديال 1939. من 1939 الاخوان توقفت هذه الشركه على الصنع ديالو 1945 وبصناعه ايطاليه. هذا صنع ايطالي الاخوان، هانتوما سمعتوه الاخوان، سمعتوه راديو قديم الاخوان، سمعتوه؟ اسمع وخدامه الاخوان صراحه، ها انتم كما كتلاحظوا ها هي لابواط ديال الخلفيه الاخوان، وها انتم صنع ايطاليا. هذا الاخوان كما شريناه جبناه باش تشوفوه، وكاين بعض الناس كيسحب لهم بان راه ما نعرف شنو راه غتلقى فيه، شنو غتلقى فيه؟ هذا خلي غير كومي كوليكسيون الاخوان كما كتلاحظوا معنا، وغنخليو فيديو اخر ان شاء الله توضيحي. ها نتوما الاخوان غديروا هاد الاسم هذا، وغتشوفوا التاريخ ديال هاد الفيديو هذا، هذه تحفه نادره اش غنقول لك. وكاين قطع كبيره وكثيره من هاد الميديا هذا ديال 1939، راه كيشهد على على تاريخ. ولكن المشكل اللي تلاقيت في هذا الفيديو الاخوان او لهاد هاد الراديو هذا ما كيخدمش، يعني ما كيخدمش الاذاعات ككل بحكم كان صناعه قديمه في غير ام. ولهذا الاخوان حافظوا على هذا الشيء ما تضيعوهش، ماشي بحال الفيديوهات دابا اللي شفنا الاخوان، ناس هرتقات وشتات فيديوهات او لا عفوا راديوات قديمه بالحوزه ديالها، ممكن غتخلي الابناء ديالك، ممكن غادي يجي واحد الزمان غادي تنقارض هاد، غتكون عوالم اخرى وتكنولوجيا اخرى، هاد الشيء الاحفاد ديالنا ممكن ما غاديش يلقاوه. ولهذا كنقدم لكم هاد المعلومات باش تكون كتنوروا، وكنشكركم بزاف الاخوان. غادي نخلي لكم واحد جوج فيديوهات باش تشوفوهم، واحد كيقول كاين زئبق واحد كيقول ما كاينش زئبق. الاخوان ما تضيعوش هادشي ديالكم، الله يرضي عليكم، هادشي راه تحف، خليوهم كاينه مواقع ان شاء الله، حنا راه جايين بغينا غير الدعم ديالكم ان شاء الله، طلعوا معنا لي فيو الاخوان ولا مشاهدات باش نقدروا نحطوا حوايج اخرى ان شاء الله تستاهلوا وتستحق المشاهده. كنشكركم بزاف، بغيناكم تبقوا معنا هاد جوج الفيديوهات، واحد كيقول ايه واحد كيقول لا. السلام عليكم.
الاخوان كما تشوف هذا الفيديو هذا، هذا الشخص هذا كيبين بان هذا المذيع القديم يعني عنده علاقه بالزئبق، ولا تم العثور على الزئبق داخل هذا المذيع هذا، ولكن هذه حقائق غير صحيحه، وغادي نخليو فيديو اخر ان شاء الله توضيحي. الاخوان الكرام، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ساقوم بتصوير هذا الفيديو أيها الإخوان الكرام لهذا الجهاز ديال راديو ترانزستور اللي قام بعد النصابة باختراع لعبة كي ينصب بها، باش ينصب بها على العباد. وأنا عندي بحال هذاك الراديو اللي عندوني اللي داروا هذاك النصب، وانا غادي نقوم لكم بنفس العمليه اللي دار باش تعرفوا انه كل شيء هذاك الشيء نصب واحتيال. هانتم هاو الراديو، هاو غادي نقوم بالحل ديالو. خداعا و نصبا على العباد. هذا الشيء اللي كاين اخو الاخوان، ما تقوش في النصب. السلام عليكم ورحمه الله. الاخوان كما شفتوا معنا في هذا الفيديو التوضيحي، واحد الشخص كيقول بان نفس هذا الميديا هذا القديم يعني راه كيحتوي على الزئبق. الفيديو الثاني كيقول بان هاد الميديا يعني ما فيه حتى حاجه. الاخوان، الغايه من هذا الشيء هو كاين بعض الناس بغات تنصب عليك بواحد الطريقه سهله، والغباوه ديال هاد الناس هادو يسحبهم بان الناس كامله غبي. والمشكله الاخوه راه كاينه ناس كتبع هاد الناس هادو، كاينه ناس كتصدق بان هاد الماده الحمراء راه كاينه. راه هذا هو الغريب في الامر، رغم وضعنا واحد العدد ديال الفيديوهات توضيحيه للناس، ولكن باقا الناس كتبع هاد الهوس، ما عرفش واش الاميه ديالهم ما فهمش. المهم الاخوان، كاين بعض الناس والمشكل والغريب في الامر الاخوان، صادفوا بعض الناس شراو واحد العدد ديال المقتنيات القديمه، وكيعتقدوا بانهم غيصادفوا هاد الزئبق في وسط المقراج القديمه. الاخوان بقيت غير كنتعجب في هاد الشخص، قلت له واش انت كتهضر بالصح؟ قال لي عقل غتلقى شنو هي الغايه من داك اليد ديال المقراج اللي غتلقى فيه انت الزئبق؟ قال لي ما كيسخنش. يالو، ومن بعد هو كاع ما كيسخنش. واش انت هاد الناس ما تلاقاو فين يديروا هاد الماده اللي الوهم يديروها في اليد ديال المقراج باش انت باش ما تسخنش لك الماء؟ اشنا هي الغايه من داكشي؟ يقول لك لا حكا ما نعرف شنو غتحكم في الجن. الاخوان، هذه كلها خزعبلات، والو ما كاين حتى حاجه من هادشي. الاخوان، بغيناكم تردوا بالكم من هاد المواد. انت غتهرس واحد الاله قديمه بالحوزه ديالك، يعني غادي تضيعها وغادي تمشي عليك غير هكذاك، ما غادي تستافد منها. احنا كنهضروا على الالات القديمه الاخوان، واحد كيقول ايه واحد كيقول لا. السلام عليكم.